بسم الله الرحمن الرحيم، احمد السوسي من شباب حزب اقتصاد الوطن. استاذن حضرتك، انا عندي اكثر من طلب. اول حاجه، الطرق الداخليه في الدخله محتاجه نظر يا فندم. الطرق الداخليه في الدخله محتاجه نظر ان شاء الله. تمام يا فندم. عندنا في مشروع يا فندم اللي هو تغطيه الصرف، تغطيه مصرف الدخل الشخوالي، موت الشخوالي ده شغالين فيه، الشغل فيه متوقف بقى له فتره يا فندم، ويا ريت الجزء اللي موجود قدام مدرسه نجيب محفوظ ده محتاج يتغطى يا فندم، لان في اطفال سنه اولى ابتدائي السنه دي هيخشوا، ده ممكن يكون خطر عليهم، ممكن يعرضهم لحاجات مش كويسه. ماشي. تالت حاجه يا فندم، يعني في عندنا اكتر من حجر اساس لغايه النهارده ما حدش اتحرك فيهم. ايه؟ حجر اساس يا فندم بس محطوط ما حدش اتحرك فيهم. زي البنك الاهلي يا فندم، اكتر من مره نسمع ان هو هيتم انشاؤه في الدخله. والبنك اه يا فندم. ما حدش حط حاجه على اساس. ماشي يا فندم. طب بالنسبه لمدخل الدخله. ماشي يا فندم، اتفضل حضرتك. نادي ابيدوس يا فندم دوره مهمش دلوقتي. نادي ايه؟ ابيدوس اللي هو نادي القوات المسلحه. ماشي. ده موجود حضرتك جنب المستشفى الجديده ان شاء الله. اه يا فندم، نتمنى ان هو يتفعل دور، يعني القوات المسلحه تشد حيلها معانا شويه. تمام؟ بالنسبه لمشروع التفنن وللشباب، دراسات الجدوى اللي موجوده في مشروع التفنن دي معموله من 2010 وقبل 2010. ثمن الالات اللي موجود فيها طبعا على السعر القديم. فحضرتك دي محتاجه تتحدث دلوقتي، يعني فايده للشباب. انا لما اكون عايز اعمل مشروع وبص تكلفته 300,000 جنيه، على ما بجيب التكلفه الفعليه دي يا فندم بلاقيها دلوقتي بقت 1,300,000 جنيه. كويس. فنستاذن حضرتك ان هي تتعدل بالاسعار الحديثه. ماشي. تمام يا فندم. حضرتك نستاذنك عايزين نفتح قناه مع حضرتك، عايزين يبقى في تواصل فعال مع حضرتك، زي ما زمان كان في ثلاث ارقام للمحافظه، عايزين نرجع الثلاث ارقام دول يا فندم يشتغلوا تاني بعد اذنك. تمام. اخر طلبين يا فندم بعد اذنك. عايزين تمليك شقق الاوقاف في الدخله على غرار اي نظام تمليك يا فندم، سواء على 20 سنه او 30 سنه، او سواء بنظام المقدمات. اخر حاجه يا فندم، بدل النقد في الوادي الجديد لغايه النهارده ما تعدلش، اسعار المواصلات كلها اتعدلت، لكن بدل النقد اللي هو المقابل لاسعار المواصلات لغايه النهارده ما تعدلش. شكرا جدا. اول حاجه الطرق الداخليه طبعا الحاجات دي، امبارح كان لسه رئيس المركز عندنا من يومين، والخطه الجديده جت وقدم على ان الطرق الايه الاهم ثم الاهم، يعني مش هنقدر نعمل الدخله في يوم واحد. تمام. احنا خصصنا مبلغ مالي 23 مليون جنيه للطرق بس للدخله ان شاء الله، وفي قريه او قريه دي عبر الهجاو هنا او قريه دي. تمام. ماشي. في الطلبات نقطه المصرف انت تبع الري ولا ايه؟ بالظبط. بالظبط. طب الحته اللي بيقول عليها عشان المدارس يا ريت تاخديها اسقاطيه اولى اللي قدامنا اليوم محفوظ دي. تمام شكرا. الحجر الاساس اللي بتقول حاجات زي البنك الاهلي، البنك الاهلي ده ايه؟ يعني ده خد بالك بنك فيصل، البنك الاهلي عايزين ارض وقدموا لنا، بس موضوع الارض وفلوس بالثمن بياخد قرارات حتى رئيس الوزراء. مظبوط. يعني احنا بنك فيصل طلب مننا ارض في الخارجه، وطلبوا مرحله اولى في الدخله في الخارجه برضه، لكن لسه ما طلبوش في الدخله، لكن احنا قلنا بعد ما نخلص الخارجه، لكن لا في ارض اتخصصت للبنك الاهلي هنا ولا في البنك الفيصل. مظبوط. الحجر الاساسي اللي بقول لك اتحط وما اتعملش فيه حاجه، اللي هو الميدان الزراعية بتاع البحوث بتاع الزراعه، ولسه الدكتور مجدي النهارده انا كنت هسحبه من المجدي، انا عارف الكلام ده كويس، ما فيش حجر اساس بتحطه وما بيشتغلش. تمام. لكن اللي حاطينها البنك الاهلي ولا حجر اساس بتاع الميدان الزراعي، لو خلال شهر بقول لك اه تمام ما اشتغلوش فيه اسحبه منهم، رجعوا تاني ارض المحافظه نعمل فيه اي حاجه. نادي ابيدوس انا في ساحتين، ساحه الدخله وساحه المنتدى. ارادهم مفيش شبه لانهم منطقه خرسانيه وفي ملاعب تقيله، فانا عرضتهم على قاضي المنطقه الجنوبيه اللي هو اللي هو الشريف اللي احنا بنهنيكم برضه على الوادي الجديد، اللي هو تولى رئيس هيئه الرقابه الاداريه، منصب عظيم جدا جدا يعني، وده من ابناء الوادي الجديد اللي هو الشريف، كان متعاون معانا جدا جدا، واتفقت معاه انه هو كمان ابناء الراشده عشان نقطه الصوره. فوجه زار الراشده وعمل للراشده وحاطط ميه يعني عامل لهم شغل كويس جدا جدا، وبامانه ما تاخرش حاجه على الوالد، فاتفقت معاه ان احنا ناجرهم منه. يعني شوف انت لو حد عايز ياجر الساحه دي والساحه بتاعت الخارج كمان يا دهان، وعادي وهو اخذوها وديروها وما فيش اي مشكله. المشروع في دلوقتي حاجه صندوق اجتماعي اللي هو مشروعات صغيره ومتوسطه، في جد لغايه 2 مليون ومليون، يعني المشروع مسكن قديم نحدثه برضه ونشوف معاهم الحاجه. قناة التواصل احنا معانا الصفحة الرسمية بتاعة المحافظة وفي مسؤول عنها اثنين بنكتب الخبر، وانا خد بالك بقرا التعليقات، بس للاسف الشديد للاسف
قاعد ما فيش، انا نفسي مشاركه ايجابيه. يعني مش مشاركه ايه؟ في واحد في بالكم كله يشتم بس مش بيتفرع معايا، بس انا والله العظيم احيانا بياخد الواحد يكتب مقترح. ها؟ طب انا هقول لك انا حاجه على سبيل المثال تواصل انتوا العيال. اتفضل. صف المحافظه كلنا معانا الصفحات. ادخل على صفحه كل خبر بننزله. نزلنا خبر اكتب عليه تعليقك بمنتهى الموضوعيه. قول والله يا جماعه لك. وانا عشان بقرا التعليقات دي كلها يعلم الله. لما عملنا المنح بتاع الثانويه العامه عملنا ايه؟ كتبنا اوائل الثانويه العامه بارقام تليفوناتي. فراح واحد كتب ايه؟ طب ايه لازمه تليفونات البنات؟ انا شلتها فلان فورا، هو العالي موجود، قلت له شيلها فورا. صح عنده حق. انا بقول اول ثانويه عامه هقول سماح محمد ابراهيم. طب ايه رايك اكتب تليفونها ليه؟ صح. طب ما ممكن واحد برضه ضاغط يمسكها بقى يقرفها بقى في حاله كل شويه. هي عيلة المؤجزه يعني انا بقول لك ساعدونا في اي مقترح تسيبه تماما، حد تكتبه احنا بناخد فيه اجراء. اي حاجه والله. الزي المدرسه، الموضوع البنات الدخل الشيبه والواسع ده انا واعلم واحد كتبه لي برضه. قال لي لا في ازمه مشكله كذا كذا، قلت له عينيا تحت امرك. بلغتهم قلت لهم لا اراعوا الموضوع ده وتبقى شيبه. فانا ممكن انا مش انا برضه مش ملم بالايه؟ بالاذواق العامه كلها. ممكن واحد اسره ما بتحب الواسع، واحده بتلبس جيبه، واحده بتلبس بطن، لا كل واحد طبيعته. فانا بقول لك الاراء دي بتفيدونا فيها. فيا جماعه التواصل الصفحه الدوله الالكترونيه والصفحه الرسميه للمحافظه. وهتلاقوا لا مش انا بقول احنا فعلنا الصفحه الرسميه كل اخبار المحافظه بننزلها عليها كلها. لو بنعمل لو اللقاء بتاعنا ده بننزله، واحد يقوم يكتب عليه يقول والله اللقاء كذا كذا كذا، واحد وبنقرا كل التعليقات بيكتبوها لي في تقارير وبقراها كلها. اللي يشتم يا عم الله يسامحك. يشتم لان احنا بنشتغل ربنا ما بيشتغلش لحد. اللي يقول مقترح محترم يشيله على دماغنا وننفذه فورا والله لو قابل التنفيذ. بيساعدنا احنا بنروح نعمل المجلس التشاري والاستاذه حنان هتبقى هي المسؤوله عن الموضوع ده، ونعمل على مستوى المحافظه وهنعمل له اختيارات وهنجيب له اساتذه من الجامعه يخدم له اللي هيدخلوا فيه، لا سبوبه ولا الكلام ده قلته قبل كده، ونفعله. هيبقى تواصل المركز والقريه والمحافظه وكل حاجه بحيث ان احنا عايزين نتواصل. احنا قاعدين معاكم ليه؟ عشان تواصل والله صح، عشان نعرف منكم ايه في ايه المطلوب كمان. الشغل الخاص والله انا كلمتهم مرتين ثلاثه عليهم، هم عندهم حاجه معينه كده مشكله مع مقاول في المتاخرات، لكن وعدني وزير الاوقاف ان شاء الله وانا بوعدكم ان شاء الله خلال السنه دي ان شاء الله. اللي في الداخله وفي الخارجه برضه حوالي اكثر من الخارجه في حوالي 75 شقه او 70 وعندهم نفس العدد برضه هنا، فان شاء الله دول لو نزلوا هيكون لنا ازمه شويه ان شاء الله. ان شاء الله ما يزقع احنا مستنيين يزقع. بدل النقد احنا كان قالوا لنا بدل النقد الهدوء بتاعنا ايه؟ المناطق النائيه وكلام من ده، احنا محافظتنا اللي هي حدوديه ودخلنا الموضوع في حقيقه مجلس الشعب مجلس النواب واتناقش ووصل لوزاره التنميه المحليه وراح مجلس الوزراء وبعتوا لنا مقترح. قلنا طب نقسمه الاول حتى عشان يتبنوه، قلنا طب نبدا بالتجربه التعليم ثم الصحه ثم مش عارف الراي، الناس اللي بيشتغلوا في اماكن بعيده مرحلة أولى، ومرحلة ثانية بقى الموظفين، يعني رئيس القرية مش زي المدرس اللي روح الفرافة، ولا مش زي المدرس بتاع الإسعاف اللي موجود في القيروس، فقلنا نبدأ بالجهات الإيه؟ اللي هي بعيدة الأول، حتى قلنا نبدأ بالفرافة وبريتش، يعني كل ده عشان نعمل مرحلة أولى، قالوا طب إيه بدل اللي بتطلبه للمحافظة كلها، اطلبوا الجزء معين. إيه؟ الجزء. لا بكون زودنا المركبات. لا عشان الاسعار. بصوا احنا الاسعار زادت برضه على كل ما زودناش اسعار مرتبات، العلاوه هي مظبوط. دي والله يعرضوها علينا الماليه والمديريه، اصل دي مديريات يعني مديريه الصحه عندها حاجه، مديريه التجاره والتعليم، مش كل الناس بتسافر طول النهار احنا كده. ان شاء الله نشوف تنظيم الادارة والمديريات يعود على الموضوع ده. اي خلاص كده خلصنا الصف ده. كل حاجه طيب. اللهم حول محمد طارق الشكواني. محمود محمد طارق الشكواني. حضرتك الشكواني هنا ولا حضرتك بس نقطة كانت مع أحمد بس أكملها بالنسبة اللي هو المصرف اللي هو طريق الشكواني موت.
حضرتك احنا كنا بنطالب ان هو ان احنا نغطيه ونعمله ممشى زي ممشى الخارج عضلي. بنعمله كده اهو ده اللي احنا بنعمله. احنا بنطالب من حضرتك بس نعمله ممشى. في مقاول شغال هينزله وهنعمل ممشى محترم ان شاء الله. انا قلت يا رب اعمله احسن بتاع الخارج. تمام لان هيخدم الشيخ والي وموت بالمره يعني ان شاء الله. ان شاء الله. الجنب الشمال بقى يوم خدي اول الميكروفون اهو خدي هي واحده شوفها كتير من الحقيقه بس اتفضلي. مفتوح عشان السياحة والله احنا عارفين السياحة برا كتير بس احنا في دلوقتي هاجس الامني فلازم ننهي ده عشان احنا ما نجيبش 10 سياح يقول الله اعلم وحد مثلا معلش بيعتدي عليهم طلبوا لنا السياحة بقى مش كده بس في مصر كلها يعني فلازم الامن الاساسي نقول الامن الاول وبعدين السياحة. طيب والله في حاجه بيحصل في شرم وبيحصل في الغردقه يا سيدي. انا كنت فانا لازم الناس شرم غيرنا شرم مدينه كامله متكامله مغلقه مقفوله شوف كان احنا الفقاع مدينه مغلقه مؤمنه 90% 100% لكن انت مش مؤمن هنا انت مش مدينه مغلقه انت نظام كله معتمد على السفاري فندق بيطلع بره لو حتى بص البنوات تطلع على الفندق الجبل الطيب اللي جنبه منور ويقطع عليه برضو عايز تأمين لازم يكون شرطي سياحة معانا. ايوه ما عنديش مانع هدفع له وانا ما عنديش مانع والله نعمل الموضوع ده الامن لو وافر الامن انا معاك كل المعارض بس انا بقول لك الهدف انا درست كتير مع كل جهات الامن فانا مستني معاهم شو واحده واحده واحنا عندنا بعثه ايطاليه خد بالك شغالين لنا جوه الخارج تجيب وتطور لنا الصناعه الكبيره وتدريب وعملنا معاهم بتوع الجنوب والجنوب شغالين واحده من 2006 وفي بعثه استشاريه موجوده في الداخل يعني احنا شغالين معاهم بس ما نقدرش نفتح تاني زي الاول عشان الموضوع ما يحصلش فيه ايه؟ خطا تاثر على شرم الشيخ فاحنا الحمد لله شرم الشيخ والغردقه شغالين وان شاء الله احنا نشتغل وخفافه خد بالك شغاله يعني الواحات شغاله بس شغاله بتسيع حاجه غريبه ماشي يا مصطفى اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم على طول محمد الشكواني. اتفضل صعب. زياده بالنسبه للاستاذه اللي اتكلمت على موضوع الشؤون في مكان عندنا عند طريق الشكواني على الطريق العادي. النهارده قابلني مسؤول الشؤون الهندسيه قال لي الشكون جت عينت المكان وظبطت. طيب كويس. مع ان المكان يعني احنا شفنا ان هو مناسب. شوف التضامن ولو في ينفع يفتحوا ده جنبه. المكان مناسب جدا وتمام الكلام. ان شاء الله. بالنسبه لموضوع خاص بي انا طالب قبل احداث في موقف الباص سواء كان هنا او في البحر. تحت امرك انا بكره الصبح جاي هنا تعالى لي في المكتب الساعه 9 شكرا لك. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد سموسي احد شباب حزب اقتصاد الوطن. استاذن حضرتك انا عندي اكثر من طلب. اول حاجه الطرق الداخليه في الدخله محتاجه نظره فندم. الطرق الداخليه في الدخله محتاجه نظره. ان شاء الله. تمام يا فندم. عندنا في مشروع فندم اللي هو تغطيه الصرف تغطيه مصرف الدخله الشخوالي، موت الشخوالي. ده شغالين فيه، الشغل فيه متوقف بقاله فتره يا فندم، ويا ريت الجزء اللي موجود قدام مدرسه نجيب محفوظ ده محتاج يتغطى يا فندم، لان في اطفال سنه اولى ابتدائي السنه دي هيخشوا، ده ممكن يكون خطر عليهم، ممكن يعرضهم لحاجات مش كويسه. ماشي. تالت حاجه يا فندم، يعني في عندنا اكتر من حجر اساس لغايه النهارده محدش اتحرك فيهم. ايه؟ حجر اساس يا فندم بس محطوط محدش اتحرك فيهم. زي البنك الاهلي يا فندم، اكتر من مره نسمع ان هو هيتم انشاؤه في الدخله. والبسمع اه يا فندم ماشي يا فندم. طب بالنسبه لمتحف الدخله كمل. طب كمل معلومه ماشي يا فندم. اتفضل حضرتك. نادي ابيدوس يا فندم دوره مهمش دلوقتي. نادي ايه؟ ابيدوس اللي هو نادي القوات المسلحه. ماشي. ده موجود حضرتك جنب المستشفى الجديد ان شاء الله. اه يا فندم نتمنى ان هو يفعل دور يعني القوات المسلحه عشان تحلها معانا شويه. تمام. بالنسبه لمشروع التفنن وللشباب دراسات الجدوى اللي موجوده في مشروع تفنن دي معموله من 2010 وقبل 2010. ثمن الالات اللي موجود فيها طبعا على السعر القديم. فحضرتك دي محتاجه تتحدث دلوقتي يعني فايده للشباب. انا لما اكون عايز اعمل مشروع وبص التكلفة 300,000 جنيه
على ما بجيب التكلفه الفعليه دي يا فندم بلاقيها دلوقتي بقت 1,300,000 جنيه. فنستاذن حضرتك ان هي تتعدل بالاسعار الحديثه. ماشي تمام فندم. حضرتك نستاذنك عايزين نفتح قناه مع حضرتك، عايزين يبقى في تواصل فعال مع حضرتك زي ما زمان كان في 3 ارقام للمحافظه، عايزين نرجع ال3 ارقام دول يا فندم يشتغلوا تاني بعد اذنك. تمام تمام. اخر طلبين يا فندم بعد اذنك، عايزين تمليك شقق الاوقاف في الدخله على قرار اي نظام تمليك يا فندم، سواء على 20 سنه او 30 سنه او سواء بنظام المقدمات. اخر حاجه يا فندم، بدل النقد في الوادي الجديد لغايه النهارده ما تعدلش، اسعار المواصلات كلها اتعدلت، لكن بدل النقد اللي هو المقابل لاسعار المواصلات لغايه النهارده ما تعدلش. شكرا جدا. اللي اول حاجه القوه الداخليه طبعا حاجات دي امبارح كان لسه نازل المركز عندنا من يومين، والخطه الجديده جت وقدم على قلنا الطرق الايه الاهم ثم الاهم، يعني مش هنقدر نعمل الدخله في يوم واحد. تمام. احنا خصصنا مبلغ مالي 23 مليون جنيه للطرق بس للدخله ان شاء الله، وفي قريه او قريتين اعتقد الهجاو هنا او قريتين. تمام. ماشي. في الطلبات نقطة المصرف تبع الري ولا ايه؟ بالظبط. مصرف ازاي؟ طب الحته اللي بيقول عليها عشان المدارس يا ريت تاخديها اسبقيه اولى اللي قدامنا جيب محفوظ دي. تمام شكرا. حجر الاساس اللي بدون حاجات زي البنك الاهلي. البنك الاهلي ده ايه؟ يعني ده خد بالك بنك فيصل بنك الاهلي عايزين ارض وقدموا لنا، بس موضوع الارض وفلوس في الثمن بياخد قرارات حتى رئيس الوزراء. مظبوط. يعني احنا بنك فيصل طلب مننا ارض في الخارجه وطلبوا مرحله اولى في الدخله في الخارجه برضه، لكن لسه ما طلبوش في الدخله. لكن احنا قلنا بعد ما نخلص الخارجه، لكن لا في ارض اتخصصت للبنك الاهلي هنا ولا في البنك فيصل. مظبوط. الحجر الاساسي اللي بقول لك اتحط وما اتعملش فيه حاجه اللي هو الميتنه الزراعيه بتاع البحوث بتاع الزراعه، ولسه الدكتور مجدي النهارده انا كنت هسحبه من النهارده. انا بعرف الكلام ده كويس. مفيش حجر اساس بتحطه وما بيشتغلش. لكن اللي حاطينها البنك الاهلي ولا حجر اساس بتاع الميتنه لو خلال شهر بقول لك هو تمام ما اشتغلوش فيه اسحبه من النهارده. رجعوا تاني ارض المحافظه لعيد في اي حاجه. نادي ابي دوس انا في ساحتين، ساحه الدخله وساحه المبرده. ايرادهم مفيش شبه برد لانهم ارضيه خرسانيه وفي ملاعب تقيله، فانا عرضتهم على قاضي المنطقه الجنوبيه اللي هو النور الشريف اللي احنا بنهديكم برضه على الوادي الجديد اللي هو تولى رئيس هيئه الرقابه الاداريه، منصب عظيم جدا جدا يعني، وده من ابناء الوادي الجديد اللي هو الشريف كان متعاون معانا جدا جدا واتفقت معاه انه هو كمان ابناء الرشد عشان تبقى الصوره. وجه زار الرشده وعمل للرشده محطه ميه ويعني عامل لهم شغل كويس جدا جدا وبامانه ما تاخرش حاجه على الوالد. فاتفقت معاه ان احنا ناجرهم منه. يعني شوف انت لو حد عايز ياجر الساحه دي والساحه بتاعت الخارج كمان يا دهان وعاد وهو يقروها ويديروها ومفيش اي مشكله. المشروع في دلوقتي حاجة صندوق اجتماعي اللي هو مشروعات صغيره ومتوسطه في بيت لغايه 2 مليون ومليون يعني مشروع كان قديم نحدثه برضه ونشوف معاهم الحاجة مفيش مشكله. قناه التواصل احنا معانا الصفحه الرسميه بتاعت المحافظه وفي مسؤول عنها 2 بنكتب الخبر وانا خد بالك بقرا التعليقات بس للاسف الشديد للاسف قاعد مفيش انا نفسي مشاركه ايجابيه يعني مش مشاركه ايه؟ في واحد خد بالك ممكن يشتم بس مش متفرع معانا بس انا والله العظيم احيانا بياخد الواحد يكتب مقترح ها طب انا هقول لك انا حاجه على سبيل المثال تواصل بتقول عليه صف المحافظه كلنا معانا الصفحات ادخل على كل خبر بننزله نزلنا خبر اكتب عليه تعليقك بمنتهى الموضوعيه قول والله يا جماعه لا وانا عشان بقرا التعليقات دي كلها يعلم الله لما عملنا المنح بتاع الثانويه العامه عملنا ايه؟ كتبنا اوائل الثانويه العامه بارقام تليفوناتنا فراح واحد كتب ايه؟ طب ايه لازمه تليفونات البنات؟ انا شلتها خلال فورا اهو العالي موجود قلت له شيلها فورا صح عنده حق انا اقول اول ثانويه عامه فاقول سماح محمد ابراهيم طب ايه رايك اكتب تليفونها ليه؟ صح. طب ما ممكن واحد برضه ده يمسكها بقى يلفها بقى في حاجه كل شويه هي عرفت المؤسسه يعني انا بقول لك ساعدونا في اي مصطلح تمام تماما حد بيكتبه احنا بناخد فيه اجراء اي حاجه والله الزي المدرسه الموضوع البيان ده الدخله الشيبه والواسع ده انا واعرف واحد كتبه لي برضه قال لي لا في ازمه مشكله كذا كذا قلت له عينيا تحت امر فلقطهم قلت لهم لا راعوا الموضوع ده وتبقى شيبه فانا ممكن انا مش انا برضه مش ملم بالايه؟
الاسواق العامه كلها. ممكن واحد اسره ما بتحب الواسع، واحده بتلبس جيب، واحده بتلبس بطن، كل واحد حريته. فانا بقول لك الاراء دي مفيده فيها. فيا جماعه التواصل الصفحه الجوده الالكترونيه والصفحه الرسميه للمحافظه، وهتلاقوا لا مش انا بقول لك، احنا فعلنا الصفحه الرسميه كل اخبار المحافظه بننزلها عليها كلها. لو بنعمل لو اللقاء بتاعنا ده بننزله، واحد يقول يكتب عليه والله اللقاء كذا كذا كذا، واحد وبنقرا كل التعليقات بيكتبوها لي تقريبا وبقراها كلها. اللي يشتم يا عم الله يسامحك يشتم، لان احنا بنشتغل ربنا ما بيشتغلش حد. اللي يقول مقترح محترم يشيله على دماغنا وننفذه باور والله لو قبل التنفيذ بيساعدنا. احنا بنروح هنعمل مجلس استشاري والاستاذه حنان هتبقى هي المسؤوله عن الموضوع ده، ونعمل على مستوى المحافظه وهنعمل له اختيارات، وهنجيب له اساتذه من الجامعه يختبروا اللي هيدخلوا فيه، لا سبوبه ولا الكلام ده قلته قبل كده، ونفعله. هيبقى تواصل المركز والقريه والمحافظه وكل حاجه، بحيث ان احنا عايزين نتواصل، احنا قاعدين معاكم عشان تواصل والله، عشان نعرف منكم ايه في ايه المطلوب الكلام ده. الشغل الاخر والله انا كلمتهم مرتين ثلاثه عنهم، هم عندهم حاجه معينه كده مشكله مع مقاول ومكسرات، لكن وعدني وزير الاوقاف ان شاء الله، وانا بوعدكم ان شاء الله خلال السنه دي ان شاء الله، ان في الدخله وفي في الخارجه برضه حوالي اكثر من الخارجه في حوالي 75 شقه او 70، وعندكم نفس العدد برضه هنا، فان شاء الله دول لو نسبه هيكون لنا الازمه شويه ان شاء الله. ان شاء الله ما يستقعش بدل النقدي. احنا كان عملنا بدل النقدي الحدود بتاعنا المناطق النائيه وكلام من ده، احنا محافظتنا اللي هي حدوديه، ودخلنا الموضوع حتى قدام الشعب مجلس النواب واتناقش، ووصل لوزاره التنميه المحليه وراح مجلس الوزراء وبعتوا لنا مقترح. قلنا طب نقسمه الاول حتى عشان يقبلوه، قلنا طب نبدا بالتجربه التعليم ثم الصحه ثم مش عارف الراي، الناس اللي بيشتغلوا في اماكن بعيده مرحلة أولى، ومرحلة ثانية بقى الموظفين، يعني رئيس القرية مش زي المدرس اللي بيروح الفرافة، ولا مش زي المدرس بتاع الإسعاف اللي موجود في القرية. فقلنا نبدأ بالجهات الإيه؟ اللي هي بعيدة الأول، حتى قلنا نبدأ بالفرافة وبريتش، يعني كل ده عشان نعمل مرحلة أولى. قالوا طب إيه ده اللي بتطلبه للمحافظة كلها؟ اطلبوا الجزء معين. إيه؟ الكذب. لا لا بكل زود المركبات. لا 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 عشان الاسعار، بص احنا الاسعار زادت برضو على كل بس هو بس عم بركب العلاوه هي هي. دي والله يعرضوها علينا الماليه والمديريه، اصل دي مديريات يعني مديريه الصحه عندها حاجه، مديريه التجاره والتعليم، مش كل الناس بتسافر طول النهارده عشان ان شاء الله نشوف تنظيم اداره والمديريات يعود على الموضوع ده. اي خلاص كده قدامك خلصنا الصف ده. محمود طارق الشكواني، حضرتك شكواني هنا ولا حضرتك؟ بس نقطه كانت مع احمد بس اكملها، بالنسبه اللي هو المصرف اللي هو طريق الشكواني موت، حضرتك احنا كنا بنطالب ان هو ان احنا نغطيه ونعمله ممشى زي ممشى الخارج. حضرتك بنعمل كده اهو، ده اللي احنا بنعمله. احنا بنطالب من حضرتك بس نعمله ممشى. في مقاول شغال هينزل وهنعمل ممشى محترم ان شاء الله. انا قلت يا رب تعملوا احسن بتاع الخارج. تمام، لان هيخدم الشيخوالي ويموت بالمره يعني ان شاء الله. بس ان شاء الله الجنب الشمال بقى هم يوم خد يا الميكروفون اهو خدي. مفتوح.